كان سينما في شرم الشيخ هو بطاقة أمن وسياحة وحضارة وفن، لأن إحنا لما نيجي شرم اللي كانت مليانة سياح ونلاقي إنه تقريبا شبه فاضية في حاجة تحزن، فإحنا محتاجين نطلع أفكار خارج الصندوق المعتاد الكلاسيكي، نفكر في سياحة دينية عبر هذه الأراضي المقدسة اللي مروا فيها كل الأنبياء، إن كان شمال سيناء ولا جنوب سيناء اللي إحنا فيها. إحنا دلوقتي في جنوب سيناء، ولازم في نشرات الأخبار نميز ما بين جنوب سيناء وبين شمال سيناء. جنوب سيناء يا جماعة ما فيش حاجة خالص، يعني شرم الشيخ والمنطقة القريبة منها كلها، الجنوب كله ما فيهوش حاجة. بعض الحاجات بتحصل في منطقة شمال سيناء، فميزوا عشان الناس لما بيسمعوا ما بيعرفوش الفرق، وبيقولوا في مشاكل في سيناء.